عاوزين نقول للكوتش يغير ميعاد الساعة 6 بتاع يوم التلات ده. فعلا ده قاسم اليوم خالص. انا عقبال ما بعدي عليها في المدرسة بتكون بعد 4، لو رحنا نتغدى استحالة اكون هنا الساعة 6. امال انت بتعملي ايه؟ بتيجي تاكل اي سناك هنا اهو لما بنروح بتتغدى. ما كلنا بنعمل كده. طب ما احنا ممكن نعمله يا 5 يا 7، على الاقل يعرفوا يذاكروا شوية. احنا بنروح من هنا يا دوب بتاكل وتاخد شاور وتنام على طول. اصلا اكتر حد مش فارق معاه موضوع المواعيد ده الاستاذه ريم، بتبعت ولادها مع الشوفير والميد بتاعتها وبتيجي على اقل من مهلها تيكي لم تيكي لم. انا بجد مش عارفه صوفيا دي مستحملاك ازاي. يا شيخه حرام عليكي، انا لو صوفيا دي مشيت انا حياتي تنتهي، دي ايديا ورجليا جوه البيت وبره. مش شايفاكي جايبه حد تاني لسيف؟ لسه بجربها بس ربنا يستر وتكمل. انا جبتها عشان تشيل شويه مع صوفيا، حقيقي تعبت. شايفه الرئه؟ شايفه الحنيه؟ بتريح الشغاله بتاعتها بشغاله تانية. انا مش فاهمه انت ازاي مستحمله حد يبقى عايش معاكي في البيت على طول. لا حد واحد دول اتنين. اعمل ايه بس؟ ما هو انا النهارده لما بتاخد صوفيا اجازه انا يومي بيبوظ. مش يومي بس، صوفيا كمان بقت بتذاكر لتيا وبتعمل لها كل حاجه. حتى المذاكره صوفيا بتعملها؟ امال انت بتعملي ايه يا هانم؟ بتذاكر لجوزها. كني بقى. بجد انت فايتك تفاصيل حلوه قوي قوي مع عيالك. تفاصيل حلوه؟ طبعا. في بوند كده بيحصل بينكم هتعرفيه لما يكبروا، وانت بتذاكري لهم وانت بتوضبي معاهم حاجتهم. حبيبتي البوند ده ممكن يحصل باي طريقه تانية بس طول ما انا مرتاحه. بس بجد انا ما بقدرش، مجهودي على قدي واعصابي بتبوظ. وبصراحه يعني اللي يلاقي دلع وما يتدلعش يبقى عبيط. وطالما جوزها قادر يريحها ما يريحهاش ليه؟ المهم بقى هي بتعرف تريحه. ولا ايه نادي؟ مش هشترك معاكم في الحوار الخارج ده خالص. عارفين اكتر واحده مرتاحه فينا مين؟ ناديه. ولا عندها راجل يرجع من الشغل قرفان فيقرفها وقومي اعملي لي واكليني وشربيني. يا بختك. هتموتيني. بسم الله ما شاء الله، جسمه كويس وعنده استعداد ويجي منه. انا عارف. تقدر تجيبه ويتمرن معانا في الفريق من بكره. تنزلوا الدوري معاكم؟ طبعا. تمام يا ديشا. كابتن هنزلك معاهم في الدوري. حبيب بابا. يلا احنا اتأخرنا. حاضر. هو احنا مش هناخد شاور هنا؟ لا هتغيري بس، هناخد شاور في البيت. اوكي. طب ممكن تجيبي اكل من هنا عشان جعانه قوي؟ اخواتك طبخين في البيت. يوه حرام عليكي يا ماما، انا جعانه قوي. هو ايه اللي حرام عليا؟ كل ما اقولك حاجه تقولي لي عليها لا. عشان كل طلباتك غلط بالنسبه لك انت يا ماما. هو انت ازاي بتتكلمي معايا بالطريقه دي؟ يعني انت عمرك ما عملتي حاجه غلط؟ ايه رايك في الايس كريم؟ بجد طعمه تحفه، حلو قوي. تمام، كل ما اروح تدريب اجيب لك منه. بجد انا بحبك قوي يا بابا. وانا بحبك قوي يا ديش. بابا انت ليه ما بتردش على اونكل رمزي؟ انت حتى رن عليك كتير. هرد عليه يا حبيبي. حاضر، انزل انت وانا هخلص مكالمه واجي لك. ماشي. يا رمزي عامل ايه؟ بلاش عليا يا رمزي، انا كويس. ما بتردش عليا ليه؟ عشان ما كنتش فاضي ارد. رمزي انا بعفيك من اي حرج وحصل خير. خير ازاي بس؟ خلاص يا رمزي بلاش، كفايه كلام في الموضوع ده ارجوك. حاضر يا حسن، بس انا مش هسكت. لا هتسكت يا رمزي. افتكر اني قلت لك بعفيك من اي حرج. لو ليه خاطر عندك قفل الكلام في الموضوع ده. خلاص حاضر. في حد من الولاد عرف؟ لا يا سيدي لسه ما عرفوش، ما قلتلهمش لسه. طيب هخلص مشوار عندي واكلمك ونتقابل. ماشي يبقى كلمني يا رمزي. هترد عليا؟ خلاص يا رمزي والله هرد عليك. يلا سلام. ايه يا مراد؟
ايه الاخبار؟ كله زي الفل. رحت الكليه النهارده؟ اه رحت وقاعد بذاكر اهو. اتغديت انت واخواتك؟ اكلنا اومليت. وليه ما طلعتوش الاكل وسخنتوه؟ كسلنا قوي بصراحه. ناس تتغدى مرتين وتاكل ايس كريم بس حظها كده. يبقى الندل فاتن لكم. ماشي متعوض. ايه يا بابا؟ انت اتاخرت ليه؟ معلش ما جتش من نص ساعه يعني. ما انت عارف ان انا هاخد العربيه النهارده. انت رايح فين؟ رايح العب بادل مع ندى، حجزنا ملعب. ايوه ال بتاع البادل دي انا نفسي اتعلمها، تعرف؟ على فكره هو لعبه لطيفه جدا. طب كويس، ما تاخدني معاك، انا زهقان جدا النهارده، عايز اخرج. اخدك معايا فين؟ ما ينفعش طبعا. خلاص ما تزقش. ماشي يلا سلام. زهقان قوي يعني؟ لا مفيش حاجه. طب قوم غير. جد؟ يلا بقى. ها؟ طيب كفايه مذاكره بقى، قوم غير هدومك وهات مصطفى وانا هكلم علي يجي لنا على هناك. مش عايز تجيب الجيران معانا كمان؟ ايه يا عم اخواتك يعني اخواتك. ايوه طب احنا كده هنروح ازاي؟ انا لسه عادي على ندى. سهله، انا اسوق وندى تبقى جنبي وانتوا زنقوا بعض ورا. وقصاد ده يا عم هحاسب انا على ايجار الملعب واعزمكم على شاورما بعد الماتش. وبكره انت ومراد تتفقوا مين ياخد العربيه بالليل ومين ياخدها بالنهار. هاخدها اليوم كله. لا ما ينفعش. مراد مضحي وسايب المذاكره ورايح يلعب وهو مش عايز. وانت مش رايح الشغل بكره ولا ايه يا بابا؟ لا انا اجازه. ايه ده ليه؟ يعني تعبان شويه وبعدين ام مازن جايه بكره فبقى يعني متابعها عشان ما تكروتش في الشغل وكده يعني. يلا هلبس واجي بسرعه. خدني معاك يا بابا. الو انت فين؟ انا لسه في البيت. بقول لك ايه، انا هتاخر نص ساعه كده. ماشي ليه؟ محضر لك حته دي مفاجاه. مفاجاه؟ ماشي اما نشوف. ماشي.